محافظكم على ناجي فتيح محكوم لمدة 25 سنة، موجود الآن أنا في سجن 13، ناشط ومدافع عن حقوق الإنسان ورئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان من داخل سجن جو المركزي، راجيا منكم الوقوف معنا في محنتنا ومساعدتنا في إيصال رسالتنا وصوتنا إلى الجهات المعنية المسؤولة ولكل من يهمه الأمر، سواء على الصعيد المحلي عبر مؤسسات الدولة أو على الصعيد الدولي عبر مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان. قبل أن نبدأ في صلب الموضوع علينا أن ننوه إلى مسألة مهمة، هي أن خطابنا هذا ليس الهدف منه التشهير والإساءة إلى جهة معينة بعينها، ولكن الهدف منه هو تسليط الضوء على حقائق واقعية الانتهاكات المستمرة على السجناء البحرين، ومحاولة منا مساعدة المعنيين في إيجاد أفضل السبل لإيقاف والحد من الانتهاكات والحرص على إعطاء وفصل السجناء على حقوقهم المنصوص عليها وفق القوانين والأعراف الدولية والمحلية، ومحاولة منا إلى الارتقاء بالمستوى الحقوقي في البلد إلى مستويات متطورة ومتقدمة. وإننا للأسف الشديد لو وجدنا آذانا صاغية لمشاكلنا ومعاناتنا لدى إدارة السجن لما لجأنا إلى وسائل الإعلام المتنوعة. الانتهاكات كثيرة وأكثرها إيلاما، سلب الحقوق والتعذيب النفسي والجسدي وسوء المعاملة باسم القانون، وهذا إن دل على منهجية وسياسة الإفلات من العقاب المتبعة من أعلى السلطات التي أوجدت الفراغ والمهرب لأفراد الجهات الأمنية من المحافظة القانونية الرادعة. لذلك لم نجد في يوم من الأيام تمت محاسبة أحد أفراد منتسبي وزارة الداخلية أو محاكمتهم أحكام جزائية منصفة طبقا لجناياتهم، وبالرغم مما سلف كان لنا دور فعال في التعاطي مع المؤسسات الوطنية في تقديم الشكاوى والتظلم، وفي البداية تقدمنا بالشكوى داخليا إلى قسم الشؤون القانونية التابع إلى إدارة السجن، وبعدها تقدمنا لكل من الأمانة العامة للتظلمات التابعة إلى وزارة الداخلية وإلى وحدة التحقيق الخاصة التابعة إلى النيابة العامة وإلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مفوضية السجون المكونة من الجهات الثلاث السالفة الذكر، إلا أنه لم يتم محاسبة أي من المنتهكين أو الحد من الانتهاكات. هذا دليل على أن تلك المؤسسات مؤسسات شكلية أنشئت بغرض حماية وتنميع منتسبي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى. والجدير بالذكر أن المؤسسات السالفة الذكر قد تم إنشاؤها نتيجة الضغوط المتواصلة لمؤسسات المجتمع المدني الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبالخصوص مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبالإضافة إلى توصيات البرلمان الأوروبي واستشارات العديد من الدول الأجنبية على رأسها الخارجية الأمريكية والخارجية البريطانية. للعلم فإن الخارجية البريطانية قد أوصت وأشارت وتقدمت بمشروع الحكومة البحرين للتخفيف من ملف حقوق الإنسان البحرين المثقل بالانتهاك وما تم الاتفاق عليه في الصحواء، أن تتعهد الحكومة البريطانية بتمويل بناء 10 سجون جديدة مطابقة للمعايير والمواصفات الدولية، وتكون بديلة للسجون البحرينية المتهالكة الحالية والغير صالحة للاستخدام الآمن، والتي يفوق عمر بعضها
على 30 عام. في المقابل أن تتعهد الحكومة البحرينية على برنامج متكامل للتدريب الفني لكوادر كل من تفيد وزارة الداخلية والسلك القضاء والنيابة العامة على دورات خصوصية في مجال حقوق الإنسان، وبالفعل طبق الاتفاق المبرم. وقد تم بناء 6 سجون جديدة مطلع سنة 2015 مزودة بأحدث التجهيزات والمواصفات، ليتم إضافتها إلى مجموع السجون الحالية لا استبدالها بالقديم. أضف إلى ذلك قيام الحكومة البحرينية بإرسال كوادرها بلا دورات شكلية من أجل درء الرماد في العيون، لتكون النتيجة مأساوية منذ مطلع العام الجاري. فكانت الانتهاكات كالتالي: 1- سوء الإدارة. تم عزل مدير السجن وإحالته للتحقيق العسكري على خلفية هروب عدد من المساجين. تم تعليق منصب مدير السجن وجعله فارغ، مما أدى إلى سياسة الإخلاص من العقاب أكثر من ذي قبل لضباط وأفراد إدارة السجن. 2- استخدام 370 عنصر من قوات سافرة، قوات مكافحة الشغب، لإدارة السجن، وهي قوة غير مؤهلة لهذا الدور، وهي قوة قتالية بالدرجة الأولى. ونتيجة لاستخدام هذه القوة انتهاكات جسدية ونفسية عديدة، أولها الانتقام من المساجين بشكل عام، وأكثرهم ضررا السجناء السياسيين وسجناء الرأي، وبالذات سجن رقم 1 الذي تمت منها عملية الهروب، والذي يحوي على 230 سجين. 3- الإعدام. أقدمت السلطات مع مطلع العام على إعدام 3 شبان هم عباس السميع، سامي مشيمع، علي السنجيس، والذي وصف إعدامهم تقرير الأمم المتحدة بأنه إعدام خارج القانون، حيث لم تتم لهم محاكمة عادلة. 4- التعذيب المنهجي. الفراغ الإداري في منصب المدير كان المخرج من تحمل المسؤولية، وكان بمثابة الضوء الأخضر لمنتسبي الإدارة إلى ارتكاب العديد من الانتهاكات والاعتداءات النفسية والجسدية بحق السجناء. قد تم توظيف البقعة العمياء والتي لا ترصدها الكاميرات المراقبة كأوكار للتعذيب، ومثلا على ذلك مكاتب الإدارة، باصات التحركات الداخلية، جنازين الحبس الانفرادي، وأغلب مرافق السجون القديمة والعيادة الصحية. 5- المعاملة. مع تفشي سياسة إساءة المعاملة، صارت عناصر الشرطة تعتدي لفظيا وجسديا على السجناء، تلفق القضايا بحق السجناء، تعتدي على كل من يطالب بحقوقه المشروعة معاقبته بالوقوف، إساءات في قبال الحائط وهو مكبل بالسلاسل والأصفاد من الخلف في اليدين والرجلين، حلق الشعر بطريقة مهمة ومن ثم الزجبة في السجن الانفرادي. 6- سوء الرعاية الصحية. صار من الصعوبة بمكان الذهاب إلى عيادة السجن. في الحالات النادرة التي يصل فيها السجين إلى العيادة، يتعرض في بعض الأحيان إلى الاعتداءات اللفظية والجسدية من قبل الشرطة وحتى الكادر الطبي. كما يمنع السجناء من هم محكومين ب10 سنوات فما فوق من زيارة المستشفيات والعيادات الخارجية بدوافع أمنية وحجج واهية. والنتيجة مع عدم الانتظام وقدرة السجناء على الذهاب إلى العيادات الخارجية والمستشفيات هي عدم وصول الأدوية. أضف إلى ذلك النقص الدائم في الأدوية، وبالذات حبوب الأعصاب للمرضى النفسيين وحبوب المدمنين على المخدرات وسرقتها في بعض الأحيان بسبب غلائها. ونوه بأن العيادة الصحية التابعة إلى السجن جو المركز قديمة جدا ولا تحتوي على الأدوات الطبية الكافية، والأجهزة الطبية قديمة جدا،
والقدرة الإشتعالية ليست كافية لاحتواء 3000 سجين حي لا تحتوي إلا على 3 أشخاص للتمريض. 7 الحرمان من ممارسة الشعائر الدينية مع مطلع العام الجاري صار يمنع السجناء من حقوقهم الأساسية كإحياء الشعائر الدينية سواء بشكل جماعي أو بشكل فردي، ولم تكتفي الإدارة بذلك وقامت بمحاسبة محيي الشعائر. أضف إلى ذلك قيام الإدارة بمصادرة جميع الكتب وبالخصوص الكتب الدينية المتعلقة بالطائفة الشيعية. الانتهاكات وعديدة والتطرق لها جميعا سوف يطول، لذا نكتفي بهذا القدر وننوه بأن التفاصيل المتوفرة ينهي هم الأمر. في الختام أريد أن أنوه إلى مسألة مهمة أيضا، فإن لجوءنا إلى هذا الخيار عبر إيصال رسائلنا عبر قنواتكم الكريمة سوف يكون له أثر بالغ علينا، وقد يعرضنا في أغلب الأحيان إلى التعذيب النفسي والجسدي وإلى المسائلة والإجراءات التعسفية والعقوبات مثل الحبس الانفرادي والحرمان من الزيارات والاتصال بدوينا. لهذا نهيب بالجهات المعنية وبالخصوص المحلية منها إلى حمايتنا من القرارات الإدارية التعسفية وضمان سلامتنا بحسب القانون. كونوا معنا ولكم منا جزيل الشكر والاحترام.